رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. اليوم رح يكون في عنا أطباق مميزة مع ضيفة مميزة. خلينا نرحب بنغم طنوس اختصاصية التخزين. أهلا وسهلا فيك نغم. بونجور شيف. بونجور بونسوار تولي جور كل يوم. يعني نحن فعلا نكبر فيكم قد ما بتعطونا نصايح، قد ما بتعطونا معلومات، قد ما بتعطونا أشياء حلوة كتير. نغم كيفيك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. اليوم رح يكون في عنا ثلاث أطباق. قبل ما نبلش بأطباقنا وتحكينا عن الموضوع المشوق، يعني عن اليوم عن الرياضيين بشهر رمضان المبارك، بدنا نعزمك تروحي على اللوحة تكتبي اليوم أسماء الأكل اللي عندنا موجودين. نحن رح يكون في عنا سلطة الخضار مع الجبنة الجبلية، يخنة الخضار مع لحم الموزات، وهرم الفستق بالأشطر. يعني عم مش معقول شو شايفين كنتوا بالمدرسة، لا كنتوا شايفين بالكتيبة كثير تكتب بسرعة. وهرم الفستق بالقشطة. منيح هيك، هذا اذا بدي اشتري اكل بشوف عندنا التابلو هون عارضينه للبيع. شو عندكم اكل اليوم؟ تفضل تفضلي نغم لجوا. اهلا وسهلا فيكي. اول شيء اشتقنا لك، وفعلا انت كنت من الحلقات الحلوه كثير اللي تقدمتيها معنا بالحلقات السابقه. ميرسي شيف، انا بشرفني وجودي معكم، وكمان نحن مبسوطين فيك اليوم بهالشهر الفضيل حتكوني معنا تعطي كمان ملاحظات للمشاهدين، وخاصه طبعاً للناس اللي بيعملوا رياضه مثلي انا. صحيح، طبعا في ناس بحبوا كثير الرياضه. اكيد بدنا نساعدهم شو لازم ياكلوا خلال بالليل قبل ما يتسحروا، اي ساعه يعملوا رياضه. هذا شغله كثير مهمه. انا بهالوقت رح بلش كمان اعمل سلطه، وانت كمان بنفس الوقت رح تبلشي تشرحي للمشاهدين. نعم. اوكي. اهم شيء شاف للرياضيين بفترة رمضان الكريم انه ياكلوا اكل صحي. اكل صحي. صح، هن بيعوزوا ياكلوا اكثر من غيرهم، يعني الوحدات الحرارية اللي لازم يتناولوها لازم تكون اعلى. أوكي. لازم يتناولوا فئة النشويات مثل الرز، البطاطا، المعكروني، لازم يتناولوا فئة اللحوم مثل اللحمة، الدجاج، السمك، التونة، الكفتة وثمار البحر. أوكي. ولازم يتناولوا الخضار بكمية مرتفعة، سلطات على انواعها، الشوربات والفواكه المجففة والفواكه الطازة وسلطة الفواكه المحضرة بالبيت. طازة. اكيد طازة اكيد. أوكي. اضافة لشرب المي، الرياضيين بيعوزوا مي اكثر من غيرهم، هن بحاجة للترين لثلاثة لتر مي بالنهار، فهن لازم يخلطوا بين الافطار والسحور ويقسموا جرعات المي. يعني اجباري يشرب بين لترين وثلاثة لتر قبل السحور. قبل السحور طبعا. لانه هن عم بيخسروا مي من جسمهم تما يعملوا ديهايدريشن او يصير في جفاف بالخلايا. أوكي. فلازم يشربوا كثير مي، خاصة انه بيكون شوب وبيكونوا هن صايمين كل النهار، فلازم كثير يعوضوا شرب المي بين الافطار والسحور ويكونوا عم بيقسموا جرعات المي. عظيم عظيم، يعني هذه كثير مهمة ملاحظة انه الانسان لازم ينتبه لها، خاصة المي كثير مهم لجسم الانسان. طبعا اكيد. ومش يعني اذا نحن رياضيين شاف لازم ناكل كثير دهون وكثير سكاكر ونشرب كثير عصير او ناخذ مثلا الجلاب وغيرها، اكيد بيطلع لنا، ولكن لازم نخفف، يعني نجرب نركز اكثر على الفواكه الطازه، على اللبن الخالي من الدسم او القليل الدسم، على الحليب، على السوائل الطازه. فينا نعصر شويه عصير، ولكن مفضل انه ناخذ الفواكه كامله بقشرتها او الفواكه المجففه، افضل من ما نعصر وناخذ زوم الفواكه اللي هو بس اكثر سكر ما فيه كثير الياف. انا دائما بشهر رمضان المبارك انا عندي كي مشكله من 20 سنه، انه كل سنه بشهر رمضان المبارك بنصح 5 كيلو. نعم. فعملنا اذا عملنا من 20 سنه لهلا 20 ضرب 5 زادوا كثير. دوبلنا. لا اكيد فينا نستفيد من هذا الشهر الفضيل انه كمان ننتبه على وزننا، حتى فينا نخفف وزن اذا نحن كنا عم ناكل صحي وبذات الوقت عم نمارس الرياضه. عظيم. لا كثير مهمه. ونحن هون السلطه رح نعطيك شويه هيك معلومات عامه، عندنا اكيد نحن الخس والفجر والخيار والزعتر والنعنع والبندوره الكرزيه، ونحن كمان رح نضيف لها اليوم نغنيها بالكالسيوم. بتعرف انه بهالشهر الفضيل نحن بدنا بحاجه لسوائل، بحاجه لخضار مثل ما حضرتك ذكرتي. نحن اليوم رح يكون في عندنا الجبنه البلديه. أوكي. جبنه قطعناها كمان حنقدمها مع دبس الرمان. أوكي. دبس الرمان اللي بيعطيها النكهه والمذاق، واكيد الخبز العربي اللي حمصني حطب يعطي هالقرقشه الطيبه. وطبعا نحن فينا اللي بحب حامض، اللي بحب خل، اللي بحب زيت زيتون، كله على البارد بنخلط كله مع بعضه. أكيد. بيعطي هالنكهه وهالمذاق الرائع، طعم لذيذ. وهذا ما بتحتوي كثير على وحدات حراريه شايف، نحن نعرف انه فئه الخضار هي اقل شيء فيها وحدات حراريه. اوكي. ننوع كل ما ننوع بالالوان وبالاشكال تبع الخضره كل ما بناخذ اكثر فيتامينات ومعادن. زيت الزيتون كثير مفيد للاشخاص اللي بده يرفعوا الكوليسترول الجيد. واكيد الجبنه فيها كالسيوم، وعم نستعمل الجبنه البيضاء هون، يعني هي الجبنه ما فيها كثير دهون مقارنه بالاجبان الصفراء. والخبز بدل ما عم نقليه عم نشويه شوي او عم نحمصه، وطبعا الخل كثير مفيد فيه مواد ضد التاكسد، الحامض فيه الفيتامين سي، فاذا خلطتنا كلها صحيه مناسبه لكل الاشخاص وخاصه للرياضيين.
عظيم هون. لكن نحن رح نخلط هالسلطه الشهيه كلها مع بعضها. شوف الالوان الحلوه، الالوان المنوعه، وخاصه بتعرفي بعد نهار طويل، يوم صيفيه، صيفيه طويله، نهارها طويل، يعني اطول ايام رمضان نحن عم نشوفها هلا خلال 3-4 سنين. بدنا نتعذب شوي لانه رح يمر رمضان بنهار طويل، اكثر من 12 13 ساعه من النهار، ما نهينه. فلازم يكون نعطيه نحن الغذاءات اللازمه من لجسمنا وقت نفطر طبعا بعد المغرب. أكيد الإفطار كتير مهم. في عنا سناك خفيف بين الإفطار والسحور، بيجي بعد 3-4 ساعات من الإفطار. وفي عنا السحور كمان، هي الوجبة الكتير أساسية لكل الأشخاص وخاصة للرياضيين، لأن هنا دجا بيكونوا عاملين رياضة، بيكونوا عايزين طاقة أكتر، وحدات حرارية أعلى. فكل الوجبات هي كتير مهمة، إضافة لشرب السوائل والمي بين الوجبات. هون نحن رح نضيف الجبنة والخضرة الخبز كمان تكون عنا طبق شهي غير شكل. وطبعا نحن ضفنا زيت الزيتون هون، نحن بدنا كمان نضيف دبس رمان. دبس رمان الطبيعي كمان كتير مفيد أكيد، بس ينسكر بينخلط. يا هل ترى نغم رياضيين مزبوط لازم يبتعدوا عن الأشياء اللي بتعطش غيرهم اكثر من غيرهم، يعني لانه هن بتعرفي بيعملوا سبور ورياضه، اذا اكلوا شيء بيعطش فعنده مشكله صار. صح اكيد. وشاف اهم شيء انتبهوا على كثره الكافيين. الكافيين هي ماده بتدهر المي من الجسم، بنسميها ديوريتيك، يعني بتدهر المي عبر البول. وبالتالي كل شيء قهوه، القهوه السريعه الجاهزه المحضره، الشاي، المتي، ما لازم كثير نكثر منهم. مشروبات الطاقه بيحتوي على نسبه كثير عاليه من الكافيين كمان. لازم كثير ننتبه لهم لانه هذا الشيء بيعرضنا للجفاف، ونحن بالعكس بدنا شيء وناخذ سوائل اكثر، فما بدنا ناخذ كثير كافيين لانه بيظهر كثير مي من جسمنا. فننتبه على هذا الموضوع ونجرب نبلش نخفف الكافيين باسبوع او 10 ايام قبل شهر رمضان، لانه مرات بيضرب وجع راس، في ناس بتضايقوا بس وقفوا الكافيين، خاصه القهوه بيبقوا معودين عليها. لانه ومن اطباقنا الصحيه كمان نغم، نحن عندنا يخمه الخضار مع لحم الموزات. صحيح. طبعا الخضار كثير مهمه، يعني أكيد. اليوم انه بتعرفي من وراء الافطار اخذنا شوربه، اخذنا العصير، اخذنا السلطه، كمان بحاجه لطبق اساسي. طبق اساسي انه مش ضروري يكون مثلا رز ولحم، ممكن كمان ندعمه بالخضار كمان. ما بيصير بصير يشبع اكثر، فيه الياف وما فيه كثير وحدات حراريه. هون نحن رح نجهز كمان، جهزنا طنجره حتى نستعملها، ومن ثم طبعا رح نبلش نطبق الطبق بشكل سهل وسريع. عندنا هون البصل والثوم هون، لكن نحن رح نضيف هون البصل مقطع الى جوانح، و الثوم. اهم شيء شاف ننقي نوع طبق واحد كل يوم، يعني نجرب ما كثير ننوع، ما نكثر الفواكه المجففه والشوربه، وعم ناخذ الفتوش او السلطه، نجرب ننقي نوع طبق كل يوم، نوع هيك مننوع، ولكن مش بنفس النهار عم ناكل كذا نوع. لانه كل ما ناكل انواع اكثر كل ما بناخذ وحدات حراريه اكثر، ونبتعد قد ما فينا عن العجين والرقاقات والمعجنات، لانه هيدا اكثر شيء بتحتوي على وحدات حراريه. بتعرفي بشهر رمضان، بشهر رمضان المبارك مثل ما بقولوا رمضان كريم، حلو هيك نشوف هيك المنظر، اكل حلو كثير يعني، خاصه نعملهم مشويين. شاف مشويهم بالفرن احسن، بجبنة العكاوي، الرقاقات، السمبوسك بلحمة البقر، الهبرة، والسبانخ، كلها فيها تنشوى. هيك طمنطينا، هيك ما بنحرم حالنا كثير، نقدر نعمل شيء بديل. بس انه بتعرفي بالنظام المطاعم والاوتيلات الفنادق بيكون عندك بفيات، يعني بيكون في عندك اصناف ما شاء الله. صحيح. بتطلع فيها بتشتهيها كلها، بدك تدوقها من هون وهي من شوي. كل يوم نوع شاف. فعلا منا هينه، منا هينه، نسأل مجرب، عرفتي؟ يعني ما فيها مقاومه ابدا. هون نحن نغام اكيد حطينا البصل والثوم واللحم المقطع الى مربعات، يعني ممكن تكون موزات، ممكن يكون فيليه او فوفيليه، اي نوع، ممكن اذا بلا دهن، يعني اذا بدك تخفف الدسم، الا اللي بحب الدسم شوي بحط لها الغنم مع شويه الدهن تتعطي هناك الطيب. يعني بتكون هيدا اوكازيونال، مش كل يوم، مش كل يوم اكيد. انتم دائما هيك بتدافعوا وبتحموا حالكم من هالشيء. فيها دهون مشبعه، فيها دهون مشبعه بتضر القلب والشرايين، غير انه فيها وحدات حراريه بتادي للسمنة الزايده اذا تناولناها بكميات مرتفعه. عظيم. هون نحن كمان رح نضيف البطاطا. البطاطا بدها شوية وقت دائما، بس كون عم نعمل خضرة قاسية لازم ندبلها مع البصل والثوم قبل الخضار الطرية حتى نحمرها. دائما كل ما حمرنا الخضرة كل ما عطيت نكهة ومذاق رائع جدا. أكيد. كيفك بالطبخ نغم؟ طبعا منيحة شيف. تطبخي؟ يعني شوي. أكيد بحكم شغلنا نحن لازم نكون عم نحط إيدنا شوي بالمطبخ كمان. أكيد. نحن بهالوقت قبل ما كفي طبخة يخنة الخضر مع لحم الغنم أو لحم الفيليه حتى ما تزعل. نعم. نغم. أكيد خليها من... فرح نروح لفاصل إعلان صغير ونرجع معكم.
الاوتيلات الفنادق بيكون عندك بفيات يعني بيكون في عندك اصناف ما شاء الله صحيح. تطلع فيها بتشتهيها كلها بدك تدوق اهم نوعين وهي دوق شوي كل يوم نوع شاف فانا منا هينه منا هينه نسال مجرب عرفتي يعني ما فيها مقاومه ابدا هون نحن نغام اكيد حطينا البصل والثوم واللحم المقطع الى مربعات يعني ممكن تكون موزات ممكن يكون فيليه او فوفيليه اي نوع ممكن اذا بلد دهن يعني اذا بدك تخفف الدسم الا اللي بحب الدسم شوي بحط لها الغنم مع شويه الدهن تعطيها يعني نكهه طيبه بتكون هيدا اوكازيونال ما مش كل يوم مش كل يوم اكيد انتم دائما هيك بتدافعوا وبتحموا حالكم ماشي دهون مشبعه فيها دهون مشبعه بتضر القلب والشرايين غير انه فيها وحدات حراريه بتؤدي للسمنه الزايده اذا تناولناها بكميات مرتفعه عظيم هون نحن كمان رح نضيف البطاطا البطاطا بدها شويه وقت دائما بس كون عم نعمل خضره قاسيه لازم ندبلها مع البصل والثوم قبل الخضار الطريه حتى نحمرها دائما كل ما حمرنا الخضره كل ما عطيت نكهه ومذاق رائع جدا اكيد كيفك بالطبخ نغم طبعا منيحه شيف تطبخي يعني شوي اكيد بحكم شغلنا احنا لازم نكون عم نحط ايدنا شوي بالمطبخ كمان اكيد نحن بهالوقت قبل ما كفي طبخه يخنه الخضر مع لحم الغنم او لحم الفيليه حتى ما تزعل نغم اكيد خلينا فرح نروح لفاصل اعلان صغير ونرجع معكم وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا ومع ضيفتنا اختصاص تغذية نغم طنوس كمان أهلا وسهلا فيكي نغم نحن كتير مبسوطين فيكي وفعلا أنه عندك هيك معلومات مشوقة وأنا بس أسمعنيك بحس حالي دايما مبسوط يعني بتعطينا هيك معلومات حلوة وتشجعينا دايما للرياضة وللدايت لكل شيء أكيد إن شاء الله نكون قد ما فينا عم نطبقهم كمان شور نحن أكيد هون ياخدت الخضرة مثل ما شفتي عم نطبقها تدريجيا نعم. يعني فعلا الكوسة و والجزر طبعا نحط هالخضار كلها حتى نبلش نسلقها ونتلزز بعدين بمذاق رائع الباذنجان كله قطعناه وجهزناه قبل بوقت يعني فعلا بس انت عم تطبخي بالخضره بتحسي حالك كانك عم تطبخ اكل صحي 100% ايه اكيد طبعا هون بدي اسالك نغم اذا بخصوص الرياضيين نعم. اللي بيعملوا رياضه مثلا هلا هن اللي بيعملوا رياضه كيف لازم يعملوا رياضه او كيف لازم ياكلوا قبل بعد كيف لازم يعملوا سيستم نعم اهم شيء شاف ما نعمل رياضه دغري بعد الاكل ما بيسوى نعمل عصر هضم نعمل الحلقه لو كانوا مثلا الافطار 8 8 وربع بالليل مثلا بعد 3 ساعات ونص بنعمل الرياضه الرياضه فيها تكون مشي الهروله نعم. الجوجينج كثير منيح فينا نعمل بيسيكلات يعني نسبح كل هالاكزرسيسات بنسميهم كارديو اكزرسايز يعني هن اكزرسيسات كثير مفيدين للقلب كثير مفيدين للصحه بمشوا الدوره الدمويه بيعلوا نسبه الحرق بالجسم بثبتوا الكالسيوم على العظام فاذا كثير مفيدين الرياضه كثير مفيده للمزاج شاف بتعلي هرمونات السعاده بالدماغ اللي هن السيروتونين والاندورفين الرياضه بتعلي هرمونات السعاده بالدماغ مشان هيك بتشوف شاف الرياضيين هن اشخاص بيكون عندهم شوي ستريس اقل من غيرهم لانه الرياضه بتساعدهم بهذا الموضوع فاهم شيء ننطر 3 ساعات بعد الوجبه وجبه الافطار كرمال تنعمل الرياضه والرياضه فيها تكون طويله الامد وخفيفه الحديه مثل المشي 40 50 دقيقه مثل الركض والمشي سوا يعني الجوجينج والمارش سوا عم نعمله ومثل البيسيكلات والسباحه اذا كان عندنا وقت او بنقدر كمان نعمل سباحه سباحه كمان كثير مفيده بتكون هيدا من الرياضات اللي بتحرق الدهون ابتداء من 20 دقيقه ببلش الدهن يطلع من الخلايا فقد ما نطول اكثر بوقت الرياضه قد ما بنستفيد اكثر يعني 40 دقيقة وما فوق من الرياضة نحن كمان بنظامنا على شهر رمضان مبارك انه نضيفك شوكولا اوكي تفتح الشوكولا اكيد ما رح تاكليها بتاكليها بعد الافطار اوكي بس بتشوفي شو في بقلبها اوكي سوري هون احسن ما تقول هون اوكي انا عم بنسى بدي احس حالي رح نقيها هي زي بتعرفي ليه لانه دائما بحب ضيف انا بايدي اكيد اخذ ايد على ضيافي اكيد احسن ما تقول فيها زعبره عرفتي بس انا ما بعرف شو في بقلبها لانه نحن اكيد الشوكولا نحن مصبوبه والسؤال بقلب الشوكولا اوكي دائما افضل نقي الشوكولا النوار الشوكولا الاسود بيكون فيه مواد ضد التاكسد اكثر عظيم هون لكين نفتح الورقه عظيم شو هي اكيد انا متشوت حتى اعرف شو السؤال بصراحه ماذا تريدي تريدي التغيير بشكلك هلا هيدا سؤال صعب شوي هلا اكيد الشخص لازم يكون عنده قناعه او شيء بحاله يعني بيكون مرتاح مع حاله طب شي تتشعري بغير شي بشكل شو بغير بنقي يكون اطول كوني اطول كون اطول نعم وانا انا بكون اضعف
كمان شفتي حلوه حدا كذا انت فيك بس تشتغل عليها شاف هيدا هينه مش كثير اي انا هينه دغري هيدا هينه انا اذا بعمل دايت شهر بشيل 20 كيلو ايه اكيد بس بعرف انه هول دافع حقهم كثير مصاري بس هو لازم يكون على هذا الالتزام والاراده لا لازم هلا ما هو بتعرفي كل 3 4 سنين بيعمل نيو فاشن واحد اكيد بيعمل هيك مفاجاه للجمهور فنحن قريبا ان شاء الله بنرجع بنشيل 20 كيلو لا اكزاكتلي هيدي هي هون نحن الخضار كلها المشكله نغم انا رح زد لها كمان ورق غار دائما ورق غار كثير مهمه بالاطباق اليخاني ومن ثم هون كمان رح نضيف الرب البندوره وكمان مرقه اللحم مع الخضار انا خلطتهم مع بعضهم نعم هون لكن نحن بهالطريقه هو افضل من ما نستعمل مكعبات الطبخ الجاهزه يعني دائما نحن نسلق الخضره نسلق اللحم بالضبط انا دائما بحطهم سوا ناخذ المرقه تبعه ونستعملها بطبخنا هيك بنكون عم نقلل وحدات حراريه وملح كمان بالضبط كل شيء جاهز فيه اكثر من الملح اللي بيستعملوه لانه في مواد حافظه تحفظه صحيح بدل المواد الصناعيه صحيح هلا اذا اضطرينا بنستعملهم ولكن باغلب الاحيان كنا عم نعمل اشياء طازه وطبيعيه بالبيت اوكي لا عظيم لكن هيدي بعد الافطار اكيد بتعملي شوكولا ونحن كمان سؤالنا لليوم لك بي شوكولا خلصنا نحط الشوكولا على جنب واكيد نحن هلا هون عندنا يخنه الخضار صارت عندنا جاهزه هون لكن نحن اول شيء نطلب منك كمان نغم نحط الطبق سلطه من قدام الوردات كمان أوكي. لانه هذا صار جاهز وانا هون رح كفي البهارات لليخنه من القرفه من الفلفل دائما البهارات قديش مهمه للاطباق نغم بتعطي نكهه طيبه وما بتنصح ما بتنصح ابدا وبعدين بتخلينا نتفادى زياده الملح يعني وقت نطعم بالبهارات والاعشاب الطبيعيه بنعطي نكهه طيبه للاكل الصحي ونفس الوقت ما بنكتر ملح عظيم هون صارت عندنا كمان هالطبق اللي موجود عندنا هون طبق فعلا شهي وجدا هون كمان في عندنا نحن الفستق الحلبي بدنا نعزبك الفستق والسكر كمان الفستق الحلبي الناي اللي طحناه كمان فيه زيوت مفيده هو كمان كثير مفيد لاخفاض الكوليسترول السيء ورفع الكوليسترول الجيد بالدم ولكن دائما باعتدال لانه فيه زيوت فيه وحدات حراريه صحيح انها مفيده ولكن ما بدنا كثير نكتر بذات الوقت مزبوط هلا نغم الدايت الرياضيين اللي بيعملوا دايت بشهر رمضان نعم يعني مثلا احنا قلنا اول شيء رياضيين بدهم ياكلوا بعد 3 ساعات صحيح هلا الناس العاديين اوكي اللي بيعملوا دايت اوكي شو ممكن شو لازم يعملوا كمان هي اللي نصيحة بتطبق على كل الاشخاص هو انه نبعد عن الاكل الدسم نبعد عن السكر نبعد عن الملح يعني قد ما فينا يكون اكل صحي متجه صوب السلطات الفواكه الطازه اللحم الهبره سفين الدجاج سفين السمك المشويه نبتعد عن المعجنات اذا بدها تكون معجنات لازم تكون مشويه مثل ما قلنا قبل شوي الحلويات تكون مصنوعه بالبيت يعني قليل السكر نجرب ناس نستعمل مرات سكر البديل للاشخاص اللي عندهم سكر كمان فينا نستعمل السكر البديل او السكر الاصطناعي بكميات معتدله ما بتضر الصحه وبتكون عم تخفف وحدات حراريه وما بتعلي السكري بالدم اكيد الاعتدال كثير مهم يعني من انواع كمان اذا بدنا ناخذ ديسير او سناك بين الوجبات يكون خفيف فينا نعمل الجبنه العكاوي بقلب القطايف ونشويها بالفرن وبنحط لها قطر دايت يعني مصنوع بسكر بديل او كميه قليله من السكر العادي هيك بنكون عم ناخذ ديسير طيب مصنوع بالبيت وما عم ناخذ كثير الحلويات حلوه الفكره كثير حلوه لا برافو انبسطنا شفتي ليش نحن بنستفيد منكم دائما بنلاقي بديل يا شيف بس واحد يكون هيك عنده اراده عنده صبر ويحب يتعود على الاكل الصحي هو نظام حياتي مزبوط هلا اكيد من وقت للتاني بنمرق اشياء فيها وحدات حراريه مرتفعه ولكن ما يكون اكلنا مبني على هالاشياء لانه على الوقت الطويل بدها تعطينا وزن زايد والمصحه بمنطقه البطن بتؤدي لمشاكل وامراض صحيه مثل ارتفاع الكوليسترول والتريجليسيريد مثل ارتفاع السكر بالدم ارتفاع الضغط وغيرها من المشاكل فطبعا نوصل لهالمراحل بنجرب قد ما فينا ننتبه ومن وقت للتاني ناخذ اشياء هيك بنحبها وما بنحرم حالنا منها لا لازم اكيد نحن هون النغمه بما انه عندنا كمان هرم الفستق بالقشطه نحن هون عندنا هالقشطه اللي جهزناها طبعا الموارد والمزهر اللي بيلعبوا دور اساسي وعودة من بعد الفاصل وضيفتنا كمان نغم طنوس اهلا وسهلا فيك نعم دائما متالقه بهالابتسامه الحلوه مرسي. الله خلينا اياها نحن هون عملنا هرم بالفستق اللي طبعا مثل طريقه الكبه ورح نروح اليوم على الاسواق القديمه بس خلينا نعرفي كمان على دكتور عاطف عبد اللطيف بدنا نرحب فيه طبعا خبير السياحه تفضل دكتور عاطف اهلا وسهلا اهلا وسهلا دكتور حنان اهلا وسهلا بالدكتور ازيك موجود دكتور ازيك يا دكتور كله تمام اهلا وسهلا ماشي الحال الحمد لله
ايه الاخبار النهارده؟ والله يا دكتور عاملين اليوم سلطه تمام على ذوقك و... هنفطر سلطه بس؟ هنفطر لا طبعا يخنه الخضار مع لحم الموزات، وهيكون في كمان عندنا هرم من الفستق مع بالقشطه بالحشوه الجميله قوي بالهنا والشفا. وهون احنا مثل ما شايف نحن عملنا الهرم، في عندنا هرم خوفو ومنقره خفره ومنقره هنحط له بقشطه طبعا من قرع بالعين طبعا من قرع. اكيد يخنه خضار بدها دقائق معدوده تصير جاهزه دكتور. واليوم نحن رح نروح مشوار، نحن ويك لوين؟ هنطلع على اسواق صيدا. اسواق صيدا نطلع بقى شوية اسواق صيدا القديمه. اسواق صيدا القديمه يلا شو يلا. رايك تروح معنا؟ عظيم يلا يلا بنروح على اسواق صيدا القديمه. اكيد أنا في سوق صيدا القديم، سوق العتيق اللي فيه كل الأعمال سواء نجارة، حدادة، نحاس، كل أنواع المنتوجات اللي موجودة في السوق بتلاقوها بأسعار كويسة، بتتجول جوه السوق القديم اللي اتجدد مؤخرا بشكل حجري جميل ومعمول بالخشب، شغل جميل. صيدا بتتسمى سيدة البحار لأنها مدينة جميلة بتقع على البحر المتوسط، فيها هنا بقى الأسماك، مطاعم أسماك، فيها مقاهي، في مطاعم، في حاجات كتير جدا نقدر إن احنا نستمتع بوقتنا في جنوب لبنان وفي صيدا المدينة الجميلة اللي بتعتبر عاصمة للجنوب اللبناني. احتفالات رمضان هنا جميلة جدا وخاصة في السحور، بتشوف بقى التجار والبياعين والمحلات اللي موجودة هنا كلها بتقدم بقى العصاير وبتقدم الجلاب، لا المشروب الشهير، بتقدم حاجات جميلة جدا، بتتجول في المدينة وبتتجول في كل حتة. وفي على فكرة خان الأفرنجة ده خان برضو كان فيه على فكرة صيدا كان فيها ست خانات، في خان الأفرنجة دوت يا جماعة، خان الأفرنجة أو خان فخر الدين الثاني اللي بنى الخان دوت، وخان كبير وتقدروا تيجوا تزوروه وتشوفوه لأنه اتبنى تقريبا في القرن السابع عشر تقريبا، برضو تقدروا تقوموا بزيارته دوت. كل الشغل اللي موجود ده، الأعمال اليدوية والمهن والحرف اللبنانية أو الصيدوية اللي موجودة في صيدا، دي حاجات جميلة جدا إن الورش والمحلات اللي موجودة في السوق بعض الجمعيات بتساعدهم إن هم يحافظوا على الحرفة دي أو المهنة دي. والمكان دوت اللي أنا فيه ده بياخد من كل المحلات أو الورش اللي بتصنع الحاجات اليدوية والحاجات الشعبية الأصيلة اللبنانية عشان خاطر يحافظوا عليها وبيسوقوها لهم من هنا، ده يبقى مركز بيع لكل المنتجات اللي بتطلع من السوق القديم أو السوق العتيق، وده بيكون حاجة خدمية وحاجة تساعد الأيتام أو تساعد المعوقين أو تساعد حاجة، عمل خيري عظيم نتمنى ان هو يكون في كل مكان. يعني فعلا دكتور مشوار حلو كتير، والدكتور هلا شايف زهر الليمون كان ريحته حلوه قوي فظيعه، كل حاجه ريحتها حلوه عظيم هون يا دكتور. ونحن دلوقتي حنرش الفستق، ونحن حشيناها بالقشطه. أيوة. عندنا القشطه هون الطازه، وكمان رح نزينها بزهر الليمون. هذا هون زهر الليمون، هنحلي حلو النهارده، يعني حاجه جميله النهارده. وهون كمان بيبقى عندنا شويه قشطه، حنزين الصحن أكيد وقت الافطار. هلا حنفطر سوا حاجه خفيفه. ايوه لا خفيفه يعني اليوم كميات قليله بس لانه اليوم اكلنا هيلسي كمان دكتور، ما تنسى انه اليوم عندنا نحن سلطه، وعندنا سلطه صحيه والطبخه صحيه والديسر بيكون منه كميه قليله. نعم بدنا نحطه على الطاوله. نعم اكيد اودي يا دكتور كمان. ها انا العزبه بدنا نحط لك اياها على الصحن. ايوه بالضبط يلا دكتور. هذه يخنة الخضار كلها بجنن مع ريحه الخضار، عظيم ماشي. هول ثلاث اطباق اليوم، طبق سلطه وطبق الحلو وطبق يعني فعلا طبق الشهي، فعلا طبق شهي جدا. تفضلي. نغم انا بدي اتشكرك، نعم طنوس بس التغذيه. دكتور عاطف كمان انا بدي اتشكرك فعلا، هالمعلومات دائما حلوه، هالمشاوير الحلوه بتخلينا اياهم
في الرحله بتاعتنا بتاعت النهارده. بالظبط طبعا بتجنن. يعني نحن الدكتور نورنا بلبنان نورنا بمصر فعلا. شكرا لك يا دكتور وشكرا لك نغام. وهيك مشوارنا لليوم خلص ومن انكم افطار شهي ورمضان كريم وحلقتنا كمان بكره مشوار جديد وافطار جديد. الى اللقاء.